السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. طبعا مستمرين وياكم بتقديم سلسلة دروسنا التعليمية. اليوم راح نتكلم على موضوع مهم جدا يعاني منه كثير من الأشخاص قليلي الخبرة بالإنترنت. مثل ما نعرف أنه كثير من المستخدمين ما يعرف كيفية تسجيل الدخول لصفحة الهوت سبوت، يريد أنه بس يشغل الراوتر يجي إلى إنترنت، أو أنت إذا كان نظام التوزيع الخاص بك برود باند كذلك أيضا راح تعاني من بعض الأشخاص أنه ما يعرف ينشئ أيقونة برود باند، كذلك أنه قد يتصل بيك دائما انه اليوزر او دا يعطي مشكله بالدخول. لذلك انت اقتصر الطريق وطبق لهم الطريقه اللي راح نسويها امامك بهذا درسنا. لذلك يعني احنا خصوصا شفناها كثير من الاي تي بدوائر الدوله وكذلك بالكليات يعانون من هاي المشكله، خصوصا لان مو كل شخص انت تعتبره انه هو يعرف مثل ما انت تعرف، يعني ما عنده خلفيه عن الموضوع، يحب انه شو وقت ما يشغل الانترنت راح يوصله انترنت بدون مشكله، بدون لا يدخل لا يدخل لي صفحه هوت سبوت ولا يدخل يوزر نيم وباسورد من خلال البرود باند. لذلك خلينا نطبق الطريقه امامك وتابع وياي. اني اجي اي بي هوت سبوت واجي اول فقره اني افعل الماك واخلي له باسورد 1 2 3 4 5 تمام. هسه خلينا الباسورد، هذا الباسورد راح تقول لي شو وقت اني احتاجه، شنو الغايه منه. الباسورد من خليناه انه نتجنب مشاكل الهكر اول فقره، والفقره الثانيه راح نحتاجها بخطوات بشغلنا هسه راح نتابعها تمام. واعطي ابلاي اوكي، وبعدين اروح ادي للهوست. اني هسه مكنك حاسبتي ما مكنك على هذا الراوتر، حاسبتي ماخذه هذا الاي بي هذا الماك سوري. فاجي للاي بي بند واجي احدد الماك ادرس، البقيه الادرس والتو ادرس ما لي علاقه بها، والسيرفر اختار طبعا اني على حسب السيرفر بروفايل، فعندي الهوت سبوت، والتايب اختار الباي باست تمام. اذا انا هسه حاليا فعلت الخطوه الاولى. نجي للخطوه الثانيه اللي هي اني اضيف يوزر نيم وباسورد. فافرض اني راح اضيف احمد، ما حاجه احمد سوري النيم، فقط اضيف الماك ادريس اللي انا اختاريته، والباسورد اذا تتذكر الباسورد اللي كتبناه توي فاني اكتبه 1 2 3 4 5 تمام. ما عندي غير هاي التفاصيل، يبقى البروفايل انت حسب التحديد شتي تحدده هاي يمك، تقدر منها تحدد تختار انت بروفايل، اختار البروفايل اللي انت تشوف شتي تخليه بسرعة وحدده ماكو مشكلة تمام. واعطي ابلاي واعطي كومنت مثلا هذا باسم احمد حتى اعرفه انه هذا الماك مال التليفون احمد او حاسبة احمد ماكو مشكلة. اجي بعدين شو اسوي؟ هذا انطي ديسيبل او احذفه بعد اني ما احتاجه. اجي هسه شو اسوي؟ اجي اشيك الانترنت بدون ما دخلت يوزر او باسورد. مثل ما تباوع اشتغل، ادي الانترنت بدون مشكله. واجي للاكتف، باوع الاكتف نزل عندي يشتغل، كأنك عندي اتصل مباشرة وده يسحب انترنت ما كل مشكلة. فاني هسه اجرب على اي فد شي تتباوع، عندي سحب طبيعي ماكو مشكلة. اذا هاي الفكرة تخلصك من كوما مشكلة بدون ما تدخل لا يوزر نيم وباسورد، ولا اخذ الماك ادرس مال حاسبته او تليفونه وثبته بهاي الطريقه اللي سويناها امامك، تخلص من هاي المشاكل كلها. لهنا ينتهي الدرس، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.